بسم الله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى نقف بكل تركيز وكل أدب عند بعض آيات من سورة آل عمران عليه السلام. لفاميد عمران كلا بيد الله سواسي توت. نبدأ بآية 100. وكيف تكفرون 101، 101. مرة نبدأ بالمئة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا اللي وقع من بني أمية إلى الآن، هذا اللي وقع عموما. إلى بعض الفترات تقلب الموازين وترجع الأمة الإسلامية إلى أصلها. يقول ربي محذرا لنا ومنبها لنا ويعلمنا بخطر هذه الردة. يقول ربي يا أيها الذين آمنوا بصورة أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. شو معنى الطاعة؟ يعني طاعتهم تستجيب دعوتهم، ودعوتهم هي دائما ما فيهاش خير لنا. لكن هون كيما نقول لك رانا متفاهمين، أديان مختلفة ولكن القصد واحد والمصدر واحد، لكن مصدرهم فيه شرك، سواء كان مع قوم بني إسرائيل عزير بن الله ولا مع النصارى وهم النصارى كذلك، بل يقولوا عيسى ابن الله ولا الله. ولهذا راهم ناداوكم لحد الآن نراو بهم اللقاءات هذه بين الأديان. هي معناها كما تقول أنت خدعة، وهي كما تقول أنت منداس بالعامية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أي مش تطيعوا فريقا من هؤلاء، مش كلهم على ملة واحد، ملة الشرك وملة الكذب على الله، لكن على كل حال إن تطيعوا هذا الفريق فقد كما تقول أنت بعدتم عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من المراد يزيل من عم عين ترى وعين ما تراش، وما تسمع وما تسمعش، ما فماش منها. أما هكا ولا هكا، قلت له وبيا الله وبيا الريان، هو سي الريان اي بلو موفي كو لو اي بير كو لو الريان. نعود ان شاء الله تعالى.